يعني الواحد بيروح الكلية مش طايق نفسه أصلا، ولا الدنيا زحمة برضه، الدنيا هتشتي كمان يعني، يتشتع عليه ويبقى قرفان في الزحمة ويروح الكلية، تلات حاجات مع بعض. طب يروح الكلية يعمل ايه؟ يلا يا جدعان، هي أحلى حاجة في السكشن بتاعي الصراحة إنه الساعة 4 العصر، أي نعم بيكسر اليوم بس على الأقل بكون صاحي، لكن 8 الصبح بقى وتسعة الصبح والحاجات دي ما يعني، أنزل أشتغل ماشي، لكن أنزل أروح أحضر محاضرة لا ما تحصلش دي بصراحة. يلا زحمة، بص شارع سوتر ولا كأنه سوق الجمعة، واحد خايف والله يدوس بنزين يخبط حد. بصوا بقى الركنة بتاعت كليتنا الجميلة، رب ما اقعش بقى، الله يشفي حقه ما وقعتش الحمد لله. الحمد لله وصلنا بالسلامة. الحمد لله خلصت السكشن بأمان. طبعا دي حلقة من حلقات عشوائيات بايكر، عشان البداية كنت موضح فيها. بكره اليوم اللي بقى فيه عندي كلية والله العظيم، حاجة كده اليوم تحسه فيه حاجة كئيبة في النص. ماشي عادي عادي، عايز اكلمكم كده عن حاجة يا جماعة مستغرب منها جدا، بقالي يومين بيمنعوا الخوذ تدخل بيها الحاجات الاماكن العامة، دي حاجة جديدة اول مرة اشوفها بصراحة ومضايقاني جدا يعني. امبارح داخل تبري دوم اللي هو عندنا في سيدي جابر على البحر، ممنوع اخش بالخوذة، بس ماشي هما بيوفروا لك مكان يعني، هما بيحفظوا الخوذة عندهم. امبارح اخدوا الخوذة، اقول لهم طب افرض يعني حد مكاني، هو بيقول لي بس بالظبط اسمك ايه، قلت له احمد علاء، وبعدين بقى يقول لي طب تمام سيب معايا الخوذه، عندهم امانات كده، قلت له طب هات رقم او اي حاجه، يقول لي والله مش موفرين ارقام انا حافظ اسمك. قلت له طب افرض حد اي حد تاني دلوقتي جاك وقال لك احمد علاء هتديله الخوذه خلاص، فقال لي لا انا حافظك ومش عارف ايه، والحمد لله طبعا الموضوع تمام عدى بامان عادي. جيت النهارده اخش المجمع مع اني لسه داخل بيها الاسبوع اللي فات، دي خوذه يعني، دي حاجه عاديه يعني، كاني داخل بالتليفون بتاعي يعني، فقالي لا ممنوع، هات البطاقه نحطها مع الخوذه ونديها لك. فدي حاجه غريبه قوي، ودي حاجه يعني ضايقتني بصراحه. طبعا انا سالت عن السبب يعني، انا الموضوع خلاص اكيد اكيد بقى حاجه رسميه او في اماكن عامه كتير يعني، ما هو مش صدفه في نفس الاسبوع تحصل مرتين. بيقول لي عشان الناس بقت تتخانق بالخوذة، الناس بيتخانقوا بالخوذ، فطبعا اتضايقت ان الناس دي بتبوظ سمعة البايكرز او بتبوظ شكل البايكرز عموما، حاجة تضايق. زي ما في ناس بتشرف البايكرز، زي ما في ناس فعلا بيسيئوا لشكل البايكرز وسمعة البايكرز عموما، فدي حاجة ضايقتني جدا. طبعا زي بالظبط الناس اللي هو بيسوقوا بتهور زيادة عن اللزوم، اللي هو مش بيراعوا العربيات، يكسروا مرايات الناس يعني، واحد ما شافكوش مثلا في المرايه يروح مكسر له المرايه، طب ما دي مش شطاره، او مش او الاتنين زنقوا عليا دلوقتي، المفروض واحد غيري بقى كان يكسر المرايتين، فاهم؟ هي سهله انا عملت ايدي كده بس لا طبعا دي حاجه ما تشرفش انك تبقى اسمك بايكر وتعمل الحركه دي. فطبعا الناس اللي اتخانقوا بالخوذ اديهم في الاخر منعوا ان احنا نخش اصلا الخوذ بالاماكن العامه اللي هي المفروض ان دي حريه شخصيه، فخلاص. فانا بصراحه اتضايقت، وطبعا طبعا انا مش متضايق من القرار نفسه على قد ما متضايق من الناس اللي وصلت ان الناس تاخد القرار زي ده. يلا مش مشكله، حصل خير، وده كان فلوج من فلوجات عشوائيات بايكر، اشوفكم في الفلوج الجاي ان شاء الله.